من مقاطعات إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحية، تيميمون وبرج باج مختار استفادتا من التقسيم الإقليمي الجديد، مما سيسمح بتوسيع قاعدة اللامركزية، وهو الشيء الذي استحسنه كثيرا المواطنون. نقصت المعاناة على سكان هذه الولايات الحدودية بعيدة، ما كانوا يتنقلوا حتى الأضرار هنا مسافة بعيدة، سهلت لهم سيرتو في الإجراءات الإدارية. ولا المواطن تكون عنده مرافق جديدة وعنده مشاريع ومناصب شغل تزيد تكثر، نتمنوا كل المواطنين تاع المنطقه نتاع وخاصه برج باج المختار وخاصه ولايه تيميمون الحادثه على الالتفاف حول السلطات العموميه نتاعهم على تنشيط هذه الولايات. احنا نتمنى لهم التوفيق ولهنا ان شاء الله، وكل شيء يتوفر على جميع المواطنين الجزائريين. كاين مناطق نائيات مواليهم من نقص السبيطارات، ولكن احنا نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ويولوا كل شيء ان شاء الله يلي بخير واللي بصالح الامور، والله يعاون الرئيس الجديد، الله يوفقه باموره، والله يعتلنا ان شاء الله ويصلح الامور بعضنا المؤمنين. هذا القرار التاريخي يستلزم اجراءات تحضيريه لوضع كل الوسائل الضروريه الماديه منها والبشريه لنقل المهام من الولايه الام ادرار الى الولايات الجديده. اليوم اكتفينا بتنصيب اللجنه الولائيه والخلايا الست والشروع فورا، كل حسب المهام المسندة إليه في جمع الإحصائيات والأرقام وإحصاء المرافق الموجودة وفتح المجال للمبادرة والاقتراحات في خاصة فيما يخص توظيف الهياكل المبنية الموجودة على مستوى الولايتين تيميمون وبرج باج مختار. إذن هكذا تقسيم سيسمح بتقريب مختلف مصالح الدولة من المواطن أكثر تجسيدا لمطلبه.